بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة
رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة فيها كتب قيمة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ.
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار
خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه.